النهاردة كمان صباح اليوم انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول الجوار السودان، وطبعا بالتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق. وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. يراعي هذا القانون أو الاتفاق مصالح وشواغل الدول الثلاث، ومشددا على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وإن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق بيعد انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عليه سنة 2015. كمان وزير الموارد المائية والري شدد على أن مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل للاتفاق المنشود. للمزيد من التفاصيل حوالين هذه الجولة من المفاوضات بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام. أستاذ أحمد، برحب بحضرتك معنا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني جولة جديدة من المفاوضات في مسألة ملء وتشغيل سد النهضة. أول حاجة الإرادة المصرية في التوصل لاتفاق بشأن تسوية هذه الأزمة. هذا الأمر يرتبط بإرادة مصرية خالصة، مقاومها الرئيسي أن المياه قضية أمن قومي للدولة المصرية، وأنه لا تفريط في الحقوق المصرية في مياه النيل. يمكن ده ترجمته الدبلوماسية الرئاسية استغلالا لقمة دول الجوار السودان اللي انعقدت في 13 يوليو الماضي، وفي اجتماع تم بين فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، تم التوافق على استئناف هذه المفاوضات اللي انطلقت اليوم في القاهرة. انت بتتكلم يا أستاذ يوسف على توقف استمر منذ تفاهمات واشنطن فبراير 2020 وانهيار جهود الاتحاد الأفريقي 2021، بتتكلم على حوالي 3 سنين والاتصالات مقطوعة بين الأطراف الثلاثة المعنية بالأزمة: مصر، السودان، إثيوبيا. من هنا بتيجي أهمية هذا الاجتماع وأهمية ان احنا ما ننطلقش من البداية. يعني احنا عندنا توافقات تم التوافق عليها في واشنطن فبراير 2020، مهم جدا ان احنا نبني عليها، مهم جدا ان احنا يكون لدى الاطراف الثلاثة الايمان الكامل بمبادئ الاتفاق المرجعي، اتفاق المبادئ، اتفاق الاطاري ل 2015. الاتفاق ده بيحدد الحقيقة اليات واضحة جدا مبني عليها وجهة النظر المصرية. وجهة النظر المصرية بتعتمد في ذلك على ان لا مجال للتنافس والتصارع حول المياه، ولكن المياه هي مياه جرت بفضل الله، وهي حقوق تاريخية مكتسبة للدول الأطراف الثلاثة. لابد ان تبحث الدول الثلاثة عن الاستغلال الأمثل لهذه المياه، بحيث يمثل ذلك يعني ما يمكن ان نطلق عليه الاستخدام المنصف والعادل لهذه الحقوق من اجل تنميه وعمران الدول الثلاثه، وانه لا يتصور في هذا الاطار ان يتعنت احد الاطراف ويستمر في التمسك بوجهه نظر احاديه تعلي من مصالحه دون مصالح باقي الاطراف الثلاثه الشركاء على مدار التاريخ في مياه النيل. يعني الامر الثاني ان الدوله المصريه كانت بتركز على مبدا التعاون وعدم الاضرار بالاطراف الاخرى، وده مبدا مهم في السياسه الخارجيه المصريه، فكره المكسب للجميع او مبدا المكسب للجميع. الدوله المصريه اقرت مجموعه من المبادئ الخارجيه. استاذ احمد ناجي قمحه، واضح ان في مشكله في عملي للرؤيه المصريه يرتبط بالاداره الرشيده وعدم اللجوء لافكار يعني تجاوزها الزمن في الغطرسه وفي التعامل مع الاطراف الاخرى بمنطق مختلف. انت النهارده تسعى لمصلحه الشعوب الثلاثه، تسعى لتنميه الشعوب الثلاثه، وتسعى لتحقيق ذلك
عبر رصادة وتأني شديد جدا في التفاعل مع تطورات الأزمة. التسوية السلمية للمنازعات الدولة المصرية ده منهج رئيسي ليها ومنطلق من الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة عام 97 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للموارد المائية خاصة ما يتعلق بالأنهار العابرة لحدود الدول. ده أمر الدولة المصرية أكدت عليه أكثر من مرة وما زالت ترى وتصر أن التعسف والتجني في تجاوز هذه الحقوق يضع مزيدا من العراقيل على طريق التوصل يعني لاتفاق كامل متكامل إطاري يحقق مصالح الدول الثلاثة ملتزمة فيه بقواعد القانون الدولي. أتصور أنه من خبرات السنين لابد من أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي فكرة اللجوء إلى التحكيم الدولي، لأن هذا الأمر يمثل مرجعية رئيسية في المفاوضات الجارية، أنك أنت لا يمكن يعني أن نتوصل إلى اتفاق ثم يتم الرجوع إليه ثم نرجع مرة أخرى ندخل في دائرة التفاوض من النقطة صفر. أمور يجب أن نتجاوزها إذا كنا نبحث بالفعل عن مصالح الشعوب الثلاثة. نعم، يعني هو مصر لها هدف والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل وجاد بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث في التنمية عن طريق الطرق الشرعية والمفاوضات. الأستاذ أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بمؤسسة الأهرام، أنا بشكر حضرتك لوجودك معنا.